السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال؟ كنت من الجميع يكون على خير وبخير والأحوال طيبة والصحة جيدة وكل شيء هو هداك، وكنقدم الشكر الجزيل بطبيعة الحال الكل اللي كيخلي لي تعليق. كيف الراح؟ شكرا جزيلا لكم على المتابعة وعلى الدعم، واللي شاف القناة أول مرة دائما ما تنساوش الاشتراك إلى نال الإعجاب ديالكم وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وعلى بركة الله كما كتشوفوا معايا اليوم طاجين المغربي، غادي نحضر معكم واحد الوصفه بالدجاج، عباره عن دجاج مع مخدر بالزيتون وبالبطاطس المقليه. غادي ينال الاعجاب ديالكم لانه وصفه من الوصفات المغربيه 100% كتحضر دائما عندنا في المغرب، نشاركها معكم وان شاء الله غتنال الاعجاب ديالكم لانها بنينه بزاف. وعلى بركه الله غنبداو مع المقادير ومباشره الى تتبيل الدجاج. محتاجين هنا دجاج، اي نوع ديال الدجاج عندكم، صدر، فخاد، انا غنستعمل غير هاد جوج فخيدات بركة عليا لان الطاجين عندي الحجم المتوسط ماشي كبير. يلاه يهز لي هاد الجوج، غنبداو مباشره مع التوابل. غادي نضيف واحد نصف ملعقه زنجبيل، قليل من الفلفل الاسود، قليل من القرفه، غير رشه كتعطي واحد النكهه رائعه، رشة ديال القرفة ما نكتروش، الملح بطبيعة الحال حسب الذوق، الكركم والخرقوم غادي ندير واحد رأس ملعقة لأنني عاد نضيف ملون ديال زعفران شعرة، نضيف هاد الدويمة ديال الكنور اللي ما عندوش، صافي اكتفي غير بالخرقوم يضاعف الكمية ديال الكركم، وأنا غندير هاد الملون حتى هو. غادي نبشر فصين من الثوم، بشرت فصين من الثوم، غادي نقطع واحد الحزمه ديال المعدنوس غير بهاد الكميه هادي، غادي نقطعها نفرمها جيدا ونضيفها هنا، نفرموه فرم ناعم نرجع. قليل من السمن اللي متوفر عليه، ما توفرش عليه غير شويه لانه شويه حار عندي، قليل منه كيعطي نسمه رائعه للطاجين ديالنا اللي ما عندوش يستغنى عليه. قليل من زيت الزيتون معاه شويه ديال زيت نور الشمس، واللي ما متوفرش على زيت الزيتون يستعمل غير الزيت العاديه بطبيعه الحال. صافي دابا هاد العناصر غنمجوها جيدا، نحطو فيها الدجاج ديالنا بطبيعه الحال، دابا نغطيو الدجاج ديالنا ونحتفظو به واحد الساعة ديال المكانة إلى ساعتين يتشرب هاد المكونات. اللي باقي عندو الوقت اللي مزروب صافي يبدا الطاجين، أنا غنتظر عليه في هاد التتبيلة واحد الساعة عاد نجهزو الطاجين ديالنا ونحطوه يطيب على نار مهيلة بطبيعة الحال. من بعد مرور أنا خليتها واحد الساعة ديال مرقدة الدجاج ديالنا، هنا شلت بصلتين، هانتوما كما كتشوفو بصلتين مفرومتين، غادي نحطو فيها مباشرة الدجاج ديالنا، ما غنضيف والو هنايا في هاد البصل، غادي نوزعو غير الدجاج ديالنا جيدا. من بعد ما وزعت الدجاج غادي نصب هاد الصوص اللي بقى لي هنايا، فيها الزيت فيها كلشي، ما غنضيفو دابا حتى شي حاجة. دابا غنضيف عليها قطع من الحامض المصير يعني الحامض المخلل، غادي نوزع داك الحامض قطعته على ثلاثة ونوزعو بهاد الطريقة. ودابا غادي نغطيو ونحطو على نار مهيلة، نار هادئة، حتى يبدا كيغلي ويتقلى ونبداو نسقيو، غادي تشوفو معايا بنفسكم. هو هذا الطاجين ديالنا حطيناه على نار مهيلة تماما وغادي نخليوه حتى يبدا كيغلي وكيتقلى، وغنبقاو نهزو من الصوص ونسقيو صافي حتى يطيب نهائيا. هذه هي الطريقة ديالو، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يبدا يغلي. وهو هذا الطاجين ديالنا بدا كيغلي كما كتشوفو معايا ما شاء الله، البخار غادي يطبو بالكاميرا، ما ضفنا له حتى قطره ماء وشو الماء اللي طلق لان البصل هو اللي طلق لنا هذا الماء، كنبقاو نهزو ونسقيو من بالمرق الدجاج ديالنا، ما كنحركوه ما والو، هذه هي الطياب ديالو. غادي نضيفو له دابا القليل من الزيتون، من بعد غادي يقرب يعني يتلبى ويتشحر ينشف، غادي نضيفو البطاطس غنقليوها
الزيت بطبيعة الحال ونحطوها من الفوق، ودابا نخليوه كيغلي حتى يتبان تلبى ونرجع. وكنبقاو دائما مره مره نديرو هذه العمليه حتى يبان تلبى. صافي نشف، غادي نمشي دابا نجهز البطاطس لانه قرب. هذه البطاطس ديالنا كتقلب، باش غادي نزينو بها الطاجين ديالنا. الطاجين بطبيعة الحال هو قرب ينشف، يعني خصنا نخليوه حتى يتلبى المرقه ديالو ترجع خاطره، ما تبقاش يعني تبقى لنا غير الزيت تقريبا هذيك البصيله معلكه. وصافي نتلاقاو ان شاء الله مع التقديميه. والطاجين ديالنا من بعد ما جهز تماما هانتوما كما كتشوفوا، صافي هذه هي، هو بقات غير الزويته هنايا ملبيه مع الدجاج ديالنا، وغادي نحطو فوق منه هاد البطاطس. وهذا هو التقديم النهائي للطاجين ديالنا، الاكله يعني معشوقه الجماهير، يعني ما مستحيل شي واحد ما كيبغيهاش. المغاربه كلهم عزيزه عليهم هاد الوصفه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما كنضيفوا لها حتى قطره ماء، طابت غير في الماء ديال البصل وجات رائعه كما كتشوفوا. ولا جربتوها ان شاء الله تناولوها بالصحه والعافيه. والى اللقاء، مع السلامه. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى اللقاء، مع السلامه.